بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 45. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وواله، وبعد يواصل شيخ الإسلام رحمه الله الكلام في الدفاع عن الصحابة، ويستطرد في ذلك بعد الكلام عن أبي سفيان وابنه معاوية رضي الله تعالى عنهما، ويقول في حق يزيد ابن معاوية: بل يزيد ابن معاوية مع ما أحدث من الأحداث من قال فيه إنه كافر مرتد فقد افترى عليه، بل كان ملكا من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين، وأكثر الملوك لهم حسنات ولهم سيئات، وحسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة، فالطاعن في واحد منهم دون نظرائه إما جاهل وإما ظالم، وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين، منهم من تكون حسناته أكثر من سيئاته، ومنهم من قد تاب من سيئاته، ومنهم من كفر الله عنه، ومنهم من قد يدخله الجنة، ومنهم من قد يعاقبه لسيئاته، ومنهم من يتقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء. فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال، وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال الصالحين الأبرار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. وصح عنه أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يكثر شربها يدعى حمارا، وكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده، فأتي به ليجلده مرة فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر عموما، ونهى عن لعنة المؤمن المعين، كما أننا نقول ما قاله الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار لإمكان أن يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو يعفو الله عنه أو غير ذلك. فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك، وإن كان صدر منه ما هو ظلم، فإن ذلك لا يجب أن نلعنه ونشهد له بالنار، فمن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال. فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه في الغزاة أبو أيوب الأنصاري، توفي هناك وقبره هناك إلى الآن. ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في يزيد وأمثاله: إنا لا نسبهم ولا نحبهم، أي لا نحب ما صدر منهم من ظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات وطاعات ومعاصي وبر وفجور وشر وفجور، فيثيبه الله على حسناته ويعاقبه على سيئاته إن شاء أو يغفر له، ويحب ما فعله من الخير ويبغض ما فعله من الشر. فأما من كانت سيئاته صغائر فقد وافقت المعتزلة على أن الله يغفرها، وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار، بل يجوزون أن يغفر الله له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه في حق من لم يشرك، فإنه قيدها بالمشيئة. وأما قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في حق من تاب،
ولذلك أطلق وعم، والخوارج والمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، ثم إنهم قد يتوهمون في بعض الأخيار أنه من أهل الكبائر، كما تتوهم الخوارج في عثمان وعلي وأتباعهما أنهم مخلدون في النار، كما يتوهم بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص وأمثالهما، ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين، إحداهما أن فلانا من أهل الكبائر، والثاني أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار، وكلا القولين باطل، وأما الثاني فباطل على الإطلاق، وأما الأول فقد يعلم بطلانه وقد يتوقف فيه. ومن قال عن معاوية وأمثاله ممن ظهر إسلامه وصلاته وحجه وصيامه إنه لم يسلم وإنه كان مقيما على الكفر، فهو بمنزلة من يقول ذلك في غيره، كما لو ادعى مدع ذلك في العباس وجعفر وعقيل وفي أبي بكر وعمر وعثمان، وكما لو ادعى أن الحسن والحسين ليس ولدي علي بن أبي طالب، إنما هما أولاد سلمان الفارسي، ولو ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ابنة أبي بكر وعمر، ولم يزوج بنتيه عثمان، بل إنكار إسلام معاوية أقبح من إنكار هذه الأمور، فإن منها ما لا يعرفه إلا العلماء. وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين والإمارة والخلافة فأمر يعرفه جماهير الخلق. ولو أنكر منكر إسلام علي وادعى بقاءه على الكفر لم يحتج عليه إلا بمثل ما يحتج به على من أنكر إسلام أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، فتفاضلهم لا يمنع اشتراكهم في ظهور إسلامهم. وأما قول القائل إيمان معاوية كان نفاقا، فهو أيضا من الكذب المختلق، فإنه ليس في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق، بل العلماء متفقون على حسن إسلامه، ومعاوية وأخوه يزيد فلم يتنازعوا في حسن إسلامهم كما لم يتنازعوا في حسن إسلام عكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو صفوان بن أمية وأمثالهم من مسلمة الفتح. وكيف يكون رجل متوليا على المسلمين 40 سنة نائبا ومستقلا يصلي بهم الصلوات الخمس ويخطب ويعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيم فيهم الحدود ويقسم بينهم فيئهم ومغانمهم وصدقاتهم ويحج بهم، ومع هذا يخفى نفاقه عليهم كلهم، وفيهم من أعيان الصحابة جماعة كثيرة، بل أبلغ من ذلك أنه ولله الحمد لم يكن من الخلفاء الذين لهم ولاية عامة من خلفاء بني أمية وبني العباس أحد اتهموا بالزندقة والنفاق، وإن كان قد ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة أو نوع من الظلم، لكن لم ينسب أحدا منهم من أهل العلم إلى زندقة ونفاق. اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هم الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.